نعم نعم رانيا، يعني الآن أتواجد بمجلس عزاء المغدور سعد محسن الدليمي. يعني هذه الحادثة ربما كانت هي مع سبق الإصرار والترصد، خصوصا أن المغدور كان يتوجه إلى من أجل شراء بعض الأغراض لتهيئا للموسم الزراعي القادم، وكان يحمل مبلغ من المال. يعني ربما كانت هنالك أطراف تعلم بتحركات المغدور، يعني بعد حادثة الغدر تمت سرقة المبلغ وقتله ودفنه على مقربة يعني من إحدى الأماكن المتروكة. يعني تفاصيل أكثر عن الحادثة ينضم معي شقيق المغدور أستاذ واثق، يعني مرحبا بك والبقاء في حياتكم. احنا نحب نعرف من حضراتكم تفاصيل أكثر عن الحادثة، وين كان متوجه وين وجدتوه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بدءا لا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. خرج أخونا المدعو سعد رحمة الله ورضوانه عليه يوم السبت الماضي، كان مصادف 18/2، ويحمل مبلغ من المال متوجه إلى أحدى مناطق أطراف بغداد باتجاه قاطع القرمة لشراء أغراض، وهي مرشات زراعية حتى يتهيئ للموسم الجاي إن شاء الله، لأن إحنا عندنا أرض زراعية بمحافظة الأنبار، وعندنا نعنى أيضا منطقة العدوانية. فسبحان الله، شاء رب العزة سبحانه أنه نفقد أخونا ونخسره، فخسرنا أخونا، ولكن أملنا بالله سبحانه وتعالى كبير بأن الله يهدي النفوس، والله يجعل الناس متكاتفة حتى لا نعود للأيام اللي السوداء اللي مرت علينا على العراقيين بصورة عامة من الشمال للجنوب. نعم. تلقيت الخبر وين وجدته؟ والله ببالغ الحزن والأسى تلقينا الخبر، بس بنفس الوقت يعني الله سبحانه وتعالى أنزل علينا طمأنينة وبرد صدورنا، لأنه الحمد لله لقينا جثته. يعني لقيناه بأحد المقالع الحصو على قاطع جزيرة القرمة. كان مدفون؟ لقيته مدفون؟ احنا ما لقيناه مدفون، لكن يعني بعد ما سحبت سيارته وكان حاضر معانا القوات الأمنية وقوات الشرطة وقوات الحشد الشعبي كذلك ذيك المنطقة، وبلغونا بأنهم وجدوا السيارة في أحد المقالع المتروكة، وانتظرنا جماعة الأدلة الجنائية إلى أن حضروا. هم أول الناس اللي مدوا إيدهم على السيارة، ومن المفارقات العجيبة يعني سبحان الله لقينا السيارة تشتغل، يعني بعد 4 أيام لقينا السيارة تشتغل وسويتشها بيها ومنمرة على نمرة دي بالنسبة للجير مالتها. يعني ما أعرف بعد، يعني هاي تفسير هاي من القوات الأمنية والحشد الشعبي والأدلة الجنائية اللي رفعوا كل البصمات. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن، ونشكر كل من وقف ويانا بدون تسميات وبدون عدد، ونشكر حتى وجهاء المناطق، ونسأل الله بردا وسلاما على كل العراقيين، ونريد يعني نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يخلص هذا المسلسل اللي يعني دائما خلي يعني أمهات ثكالة، أبناء وأولاد يتامى، يعني على شنو؟ نسأل الله أنه يعم الأمن والأمان على بلدنا كله من الشمال للجنوب. أنتم ما عندكم شك بأي أحد؟ لا 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 لا، ما عندنا شك بأي إنسان بغدر أخونا، لكن ما أعرف يعني نأمل من القوات الأمنية كافة فروعها بكافة أصنافها أنه يتبعون اللي بالنسبة لهذه شغلة الاتصالات، لأنه بس عندنا شك فقط بالاتصالات حتى نعرف الأشخاص اللي ممكن أن نتواصل وياهم أو كذا، وأدى إلى فقدانه الله يرحم. رحمة الله. ويانا ابنه صحيح؟ هذا ياسين ابن المغدور. السلام عليكم. أي نعم، هو ياسين يعني. حياتك الباقي الله يسلمك. يعني شو تحب تعبر عن هذا اللي يعني هو طبعا حدث يعني ما اعرف يعني صعب. ايه صعب بس تقبلناه يعني ببالغ الاسى والحزن همين، واحنا بنفس الوقت فرحانين انه اخذ الشهاده والحمد لله وشكر، هي مكتوبه له يعني مكتوبه له بس الحمد لله اخذ الشهاده.
وهي صعبة صحيح، بس إن شاء الله سهلة ومقدورة عليها، وإن شاء الله موجود هو فوق ويشوفنا، شوفنا فوق. سلمك سلمك. يعني نعم رانيا، مسلسل الاغتيالات للأسف يعني لحد الآن هذا المسلسل مستمر، يعني يوم أمس ثلاث حوادث اغتيالات، منها في ديالة وفي بغداد وأيضا في محافظات متعددة. تحب تضيف شيء؟ ونشكر القوات الأمنية اللي ساعدونا وتعاونوا ويانا وظلوا على تواصل ويانا، ونطالب برئيس الوزراء أن يشوف هاي الموضوع مال الإرهاب، يعني أكثر من عوائل وأكثر من شهداء راحوا وأكثر من ناس وجهالة يتمت، وإن شاء الله الله المستعان. ونشكر هاي العالم الجتي والجت الزلم هاي، نشكرهم هواية ونشكركم قناتكم. إن شاء الله إن شاء الله خير إن شاء الله. أكيد وهي أيضا رسالتنا للقوات الأمنية من أجل يعني تفعيل جهد استخباراتي أكبر لمعرفة وملاحقة كل من يتسبب بزعزعة الأمن بالعراق. نعم.